خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في رام الله وغزة تلبية لنداء مسيرة الحرية والكرامة، وتضامنا مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين. التفاصيل في هذا التقرير. هنا في ميدان الثائر الأممي نيلسون مانديلا في مدينة رام الله المحتلة، يحتشد هذا الجمهور الفلسطيني من خلفي ليؤكد على إسناد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 17 يوما في إضرابهم هذا الذي يطالبون من خلاله باستعادة حقوقهم المسلوبة والتي سحبتها منهم مصلحة السجون. هذا الحشد الذي يأتي بعد إعلان أكثر من 50 من قيادات الحركة الأسيرة في السجون من قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية الدخول إلى الإضراب دعما وإسنادا لأكثر من 1600 أسير بدأوا الإضراب في 17 من نيسان الماضي بقيادة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي. هناك رسالة نوجهها أولا لأبطالنا في السجون، نقول لهم نحن نعلم مقدار تضحيتكم ونحن معكم، وأنتم دائما تفجرون العمل الشعبي في كل فلسطين. أنتم أحرار وأنتم داخل سجون العدو. هناك رسالة لإسرائيل، نقول لها الشعب الفلسطيني كله مع أبطاله الذين قدموا التضحية بشبابهم وحياتهم وحريتهم وراحتهم. الأخ محمود العلول نائب رئيس حركة فتح، اليوم نحن هنا في ميدان الثائر الأممي نيلسون مانديلا لنحمل رسالة أولا للأسرى المضربين عن الطعام لليوم 17 على التوالي، وأيضا إلى العالم وإلى يعني دولة الاحتلال وهي التي لازالت تغتصب أرضنا في ذكرى النكبة 69. ما هي هذه الرسالة؟ يعني لا شك على الإطلاق أن رسالتنا لها علاقة بالأسرى، لها علاقة بهؤلاء المناضلين الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة. هؤلاء من ضحوا بما هو أغلى من الروح، من ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم. رسالة الوفاء يقابل بالوفاء. الأسرى كانوا أوفياء للشعب الفلسطيني وقدموا حريتهم طوعا من أجل شعبهم وحرية شعبهم، وها هو الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وهنا باسم كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، نقول أننا سنكون معكم. إذن الأخ تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، يعني هذا التجمع الفلسطيني، هذا الجمهور الفلسطيني الذي يؤكد على مساندة الأسرى في إضرابهم في يومهم 17، يعني ما هي الرسالة الوحدوية أيضا التي يطفيها هذا الجمع من الفلسطينيين؟ الرسالة التي يريد أن يوجهها هؤلاء المجتمعون هنا على دوار نيلسون مانديلا وفي ساحة الراحل نيلسون مانديلا هي رسالة أولا قوة للأسرى، وأن الشعب الفلسطيني لم يتوحد بهذا الغضب مثلما يتوحد الآن خلف إضراب الأسرى. من مدينة رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرا، رؤيا.